السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات طبيعية مع جيجي. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا لتكثيف وتطويل الشعر، هتخلي شعرك يطول بسرعة البرق زي شعر الهنود بالظبط، بمكون واحد فقط وهو القهوة او البن، القهوة او البن. طيب طريقة استخدامنا ازاي للقهوة او البن؟ قبل ما نعمل الوصفة بتاعتنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة ان شاء الله اللي بقدمها اول باول. يلا بينا نعمل الوصفة مع بعض ونقول طريقة استخدامها ازاي. طريقة استخدام الوصفة بتاعتنا يا حبايب قلبي، هتجيبي كوب مية وهتجيبي 3 او 4 معالق من القهوة او البن اهو زي ما احنا شايفين، وهتولعي عليهم على النار كأنك عملتي قهوة بالظبط، بس عايزاكي تسيبيها تغلي جامد قوي على النار، يعني عايزاكي تسيبيها تغلي دقيقة او دقيقتين على النار. بعد ما تسيبيها تغلي على النار هتغسليها لحد ما تبرد خالص، وبعد ما تبرد هتصفيها، هتاخدي المية بتاعتها بس في طبق كده زي ما انتم شايفين او في سلطانية، وهناخد التفل بتاعها لوحده، يعني ناخد التفل لوحده وهناخد المية بتاعتها لوحدها. طيب بعد ما خدنا الميه هنستخدمها ازاي، وبعد ما خدنا التفل بتاعها هنستخدمها ازاي، يلا بينا نقول طريقه استخدامها عشان تستخدميها صح. اول حاجه انا عايزاك تستخدمي الميه بتاعتها دي تحطيها في بخاخ، وبعد ما تحطيها في بخاخ هترشي بيها على شعرك، تمام؟ نتكلم الاول على الميه. الميه بتاعتها دي هنرش بيها على شعرنا ببخاخ. بعد ما ترش المية على شعرك ببخاخ هتجيب التفل بتاعنا ده وهنحط عليه معلقتين من زيت الزيتون او معلقتين من زيت جوز الهند، وهتقلبيهم كويس جدا مع بعض، تمام؟ بعد ما نقلبهم كويس جدا انا عايزاكي بقى تستخدمي التفل ده، هتستخدميه كدهان لشعرك، والمية بتاعت مية القهوة هترش بيها برضو شعرك وتدعكي كويس جدا ارضية الراس بيها. ده الطفل ده هنعتبره زي كريم كده هندهن بيه شعرنا. القهوة مفيدة جدا 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 لتكثيف وتطويل الشعر، هتشوفي فوائدها وابحثي عنها في جوجل عشان ما طولش عليكي في الفيديو، وهتشوفي نتائجها رائعة جدا جدا للشعر. يبقى احنا كده هنعمل طريقتين بمكون واحد. اول حاجة هندهن شعرنا بالتفل ده وعليه معلقة او اتنين من زيت جوز الهند او زيت اللوز الحلو او زيت جوز الهند او زيت الزيتون، يعني اي نوع زيت عندك. بعد ما تدهني ارضية الراس وتدهني الشعر عايزاكي ترش عليه برضو بالسبراي، تبخي عليه بالمية دي، تحطها في ازازة سبراي كده او ازازة بخاخ وترشي بيها شعرك كله، وتلفيه ببونيه او اي بلاستيك نايلون زي ده كده، هتلفيه بيه بالشكل ده اهو. هنلف بيه شعرنا ساعتين، ساعتين يا بنات، ولو كترتي طبعا بيكون احسن، هيديكي نعومة وترطيب للشعر وتكثيف روعة وتطويل الشعر ولا شعر الهنود ان شاء الله. الوصفة جميلة جدا يا حبايب قلبي ومجربة، بس اهم حاجة اعملوها زي ما انا قلت لكم بالظبط، 3 معالق من البن على كوباية مية. وممكن تعملي البخ الاول، ممكن تعملي الدهن الاول، وانت في كلتا الحالتين هتعملهم الاثنين مع بعض، وهتلفي شعرك بالبلاستيك وتسيبيه ساعتين. دي كانت وصفتي النهاردة، اتمنى ان شاء الله ان انتوا تعملوها وتستفادوا بيها، وعايزة رأيكم بعد ما تعملوها اكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم فيها. وصفة جميلة جدا جدا وان شاء الله تعجبكم. اذا عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايك، وما تنسوش تشيروا الفيديو لكل اصحابكم، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة ان شاء الله، وهشوفكم في وصفة جديدة جدا جدا لوصفات مع طبيعية مع جي، وصفات طبيعية مع جيجي. واستنوني في وصفة جديدة.